متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا أعلنت انطلاق جديدة من انطلاقات هذا اليوم واندفاعات هذا الصباح المميز والجميل والخاص أيضا بسن الصغار في أسبوعنا الرابع في انطلاقات، وأعلنت ثالث الانطلاقات ومباشرة مع مرور عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي يتقدم في الصدارة الأولى، ولكن التغيير يأتي من خلال تواجد أيضا اللي هي الواصلة شواهين عبد الله بن جعفر بن مرخان اللي غير الصدارة والمركز الأول، بينما هنا الوصول على المركز الثاني كتايب علي بن راشد بن مسلم العمري وصل مع كتايب خذ المركز الثاني، بينما الدخول من الوثبة لسليمان بن سعيد بن ناصر السعدي يتقدم من خلال تواجد الوثبة خذت المركز الثالث المركز الرابع، الوصول في رابع المراكز وأيضا دخولها جميل للغاية من الزاوية الأخرى القادمة هي سراب أحمد بن سعيد بن غانم بنيري والمنصوري يتقدم، ولكن الهلال فهد بن عبد الله بن جروح الشمري القادم من المملكة وبوجه التحديد من ميدان حائل ليقدم لنا الهلالية في هذا الشوط، وصلت هذه اللحظات مطفية حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري صاحب الميدان يقدم هذه الماركة على المركز الرابع، المركز الخامس الوصول من الشاهينية حمير بن ناصر بن محمد الحراسي يتواجد ويقدم لنا الشاهينية حد ضيوف القادم قادمين من السلطنة، ولكن شعار بن نظيمة وصل في هذه اللحظات مع نسيم مبارك بن حمد بن علي إلي ديلي يقدم لنا نسيم الوصول هناك من خلال خطة سلطان بن محمد بن خميس البادي يتواجد هنا نوايا حمد بن سيف بن محمد بن عيف هناك العامري، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى الهلالية، الهلالية غيرت الصدارة، الهلالية فهد بن عبد الله بن جروح الشمري يتقدم على الصدارة على المركز الأول القادم من حائل يأتي من خلال هذه المنافسة على المركز الأول على الصدارة الأولى، نسيم يا نسيم القادم مبارك بن حمد بن علي إليدي لي بالنظيمة يصل مع نسيم من قدم لنا وضحى في أول أشواط هذا اليوم، ولكن بن عيف أيضا قادم من الزاوية الأخرى مع نوايا حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري يقدم لنا نوايا وبن السهران وصل، ولكن الكيلو الأخير الكيلو المثير الكيلو المميز هنا يأتي في الصدارة الأولى يأتي مع الهلالية يأتي مع الهلالية على الصدارة فهد بن عبد الله بن جروح الشمري وصل راعي عطوة وصلت فتنة هادب بن حمد بن عصان المنصوري يقدم لنا فتنة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الله فتنة أيضا لابن عصان، وهناك نسيم مع بن نظيمة، ولكن الهلالية 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 على صدارة عصاتها ببطانها عصات تبطانها روح يا بعد حي روح يا الشمري روح على المركز الأول على الصدارة الأولى فهد بن عبد الله بن جروح الشمري ياتي مع الهلالية، ولكن أبناء السلطنة قادمين مع نسيم أيضا يتقدم في هذه اللحظات مبارك بن حمد بن علي بن نظيمة وفتنة بن عصان القادم هادم بن حمد بن عصان المنصوري راعي عطوة يقدم لنا فتنة، خط النهاية بدا يقترب، ولكن الهلالية هي المسيطرة على الصدارة هي المسيطرة على المركز الأول فهد بن جروح الشمري وصلت فتنة 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 هادب بن حمد بن عصان المنصوري راعي عطوة بدا يغير، ولكن الهلالية ومن هناك نسيم فتنة على الصدارة فتنة على المركز الأول سلام هادب بن حمد بن عصان المنصوري مشكور يا راعي عطوة المركز الثاني الهلالية فهد بن عبد الله بن جروح الشمري المركز الثالث نسيم أيضا وصل مبارك بن حمد بن علي بن نظيم الإيديلي المركز الرابع وصول أيضا من شعار بن عيف مع نوايا حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري المركز الخامس كان الوصول أيضا من خلال تواجد اللي هي كتايب علي بن راشد بن مسلم العامري هكذا المنافسة
المنافسة حتى الرمق الأخير، ولكن فتنة اللي افتنت أيضا في الأمتار الأخيرة. هذا هو هادب بن حمد العصان المنصوري، من قدم هذه النجومية مع هذا الشوط، ومن قدم لنا الشوط الماضي الواصلة كانت الوصيفة والتي تأخرت أيضا كثيرا، ولكن هاردك يا هادب في الشوط الأول. هذه فتنة اللي عوضت 4:37 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا الهادب بن حمد العصان المنصوري المركز الثاني، الواصلة اللي أيضا فهد بن عبد الله بن جروح الشمري وصل خذ المركز الثاني ب7:37، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس نسيم وصلت ثالثا بشعار مبارك بن حمد بن علي بن نظيم اليديلي، من قدم لنا نسيم ب4:37.8 من الثانية. تهانينا والناموس بينما نوايا حمد بن سيبر محمد بن عيف العامري وصل بالمركز الرابع ب4:38. هناك أيضا من وصلت المركز الرابع و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس كتايب علي بن راشد بن مسلم العمري وصل خامسا ليقدم لنا شعاره في هذه المشاركة، حيث قطعت مسافة السباق كتايب بالمركز الخامس ب4 دقائق. أيضا هناك 43 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع، وتهانينا لهادب بن حمد بن عصان المنصوري على فوز فترة بأيضا ثاني أشواط الأبكار وثالث أشواط هذا الصباح.